في التحليلية عرض عسكري في غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحضور لافت للشهيد سليماني. رغم كل المحاولات لفصله، محور المقاومة أقوى وأشد تماسكا، ما دلالات هذه الوحدة في المعركة المفتوحة مع الاحتلال؟ مسودة الدستور الجزائري تسمح للجيش بالعمل في الخارج بعد موافقة البرلمان. هل فرضت الحرب الليبية عقيدة عسكرية جديدة؟ أم إن التعديلات الجديدة محاولة لمواكبة الأحداث؟ حزب المؤتمر الشعبي يصف الأحداث في جنوب اليمن بالصراع العدمي بين أطراف تابعين للاحتلال. هل تؤدي سياسات التحالف السعودي إلى تفتيت وحدة اليمن وتقسيمه؟ وفي قضية اليوم، هاشتاج تخسي العصم اللي يشعل حربا في العالم الافتراضي بين تركيا والسعودية والإمارات. ما أسباب الصراع بين الجانبين رغم اتفاقهما في سوريا؟ خلاف عقائدي أم تنافس على الزعامة الإقليمية؟ عرض عسكري لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة على شرف يوم القدس العالمي. اللافت في العرض رفع صور الفريق الشهيد قاسم سليماني تأكيدا لوحدة محور المقاومة في وجه الاحتلال. نتابع ثم نحلل. مع اقتراب يوم القدس العالمي وفي ظل المؤامرات التي تحاك بحق المدينة المقدسة، أعاد هؤلاء المقاومون من كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيد تمسكهم بسلاح المقاومة الممتد من طهران إلى غزة. إن استهداف أي طرف من أطراف محور المقاومة هو استهداف لمشروع المقاومة برمته، بمعنى عندما تضرب المقاومة في فلسطين، عندما تلاحق في لبنان، عندما تستهدف في اليمن أو في طهران أو في بغداد، استهداف أي من أطراف محور المقاومة هو استهداف لجزء من كل، استهداف أحد أعضاء الجسد، وبالتالي فإن كل جسد محور المقاومة ينتفض ويقاتل. التطوير المستمر في قدراتهم هو ما يعده المقاومون هنا من أجل المواجهة المقبلة التي يتوعدون فيها الاحتلال بمفاجآت كبيرة. كل يوم تشرق فيه شمس فلسطين على هذا الجزء من أرضنا المحررة هو يوم يختلف عما سبقه. العدو الصهيوني عليه أن يفكر جيدا، عليه أن يعيد التفكير في طريقة تعامله مع قطاع غزة ومع المشهد الفلسطيني بشكل عام. في قطاع غزة مقاومة قوية تحفر في الصخر، تواصل الإعداد، تواصل القتال. بوحدة البندقية والهدف، ترسم المقاومة هنا معالم المرحلة المقبلة في مواجهة الاحتلال ومن يطبعون معه. نحو القدس ومن أجلها، تؤكد المقاومة مرة بعد أخرى وجهة بوصلتها وطهارة سلاحها الذي أصبح حصنا منيعا من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، ولا سيما في ظل التطبيع الممنهج مع الاحتلال. أحمد شردان، غزة، الميادين. مراسل الميادين أحمد شلدان، يعني سأبدأ معك من حيث الشكل، ما دلالات رفع صورة الشهيد الفريق قاسم سليماني في عرض عسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذا ما توقفنا عند خلفيتها العقائدية؟ فيما يتعلق في هذه الزاوية بالتحديد، الدلالات كبيرة وواضحة. ما غرسه السيد الشهيد الفريق قاسم سليماني في نفوس المقاومة يحصده اليوم حتى ولو كان بعد استشهاده. هناك بكل تأكيد إيران جمهورية إسلامية، وكذلك أما الجبهة الشعبية فهي من اليسار الفلسطيني، لكن يجمعهما هدف واحد، وهذا يعني بأن المقاومة الفلسطينية ومن خلفها أو من أمامها أيضا كل من يقف معها سواء في إيران أو في لبنان، في اليمن أو في العراق، قد تعالوا على البعد الطائفي، تعالوا على البعد الأيديولوجي، وباتوا اليوم تحت مظلة واحدة هي فلسطين ولا شيء سوى فلسطين. عندما وقف السيد إسماعيل هنية في جنازة قاسم سليماني وقال بأن قاسم سليماني هو شهيد القدس، كان يعبر بالتحديد عما كان يزرعه الشهيد قاسم سليماني. وبالتالي دلالاتها كثيرة، لكن أهمها هو أن لا وجود للبعد الطائفي، لا وجود للبعد الأيديولوجي في العلاقة ما بين المقاومة الفلسطينية من جهة وما بين محور المقاومة من جهة أخرى.
محور المقاومة يضم إيران ويضم حزب الله، يضم فصائل عراقية، يضم أنصار الله في اليمن، وهذا يعني بأنه لا فرق بين سني وشيعي، الجميع تحت مظلة واحدة وهي مظلة فلسطين الجامعة للكل والتي يفترض أن يجتمع الجميع تحتها. هذه ربما من زاوية الناحية العقائدية. دعينا نتحدث عن دلالات أخرى لظهور صورة الشهيد قاسم سليمان في عرض عسكري للمقاومة في قطاع غزة. هذا يعني بأن العلاقة ما بين المقاومة داخل قطاع غزة وما بين محور المقاومة انتقلت من مجرد مرحلة الشعارات والكلام والتحالفات إلى مرحلة الأفعال على أرض الواقع. طيب، بما أنها انتقلت من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الأفعال، اسمح لي أن أسألك أحمد، يعني أصحاب الأرض يؤكدون تمسكهم بالسلاح، بسلاح المقاومة الممتد من طهران إلى قطاع غزة، رسالة واضحة، ولكن من هو المعني بها بشكل مباشر وأيضا تراتبية من حيث الأولويات؟ فيما يتعلق بالمعني بهذه الرسالة بشكل مباشر بكل تأكيد هو الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال هو الذي يجمع الجميع هنا على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم على ضرورة محاربته ومقاتلته. ومن خلف هذا الاحتلال تأتي الدول المطبعة من الاحتلال التي برزت مؤخرا وجعلت من التطبيع، دعينا نقول بأنه كنز وكأنها تحوز هذه الدول، على رأسها الدول الخليجية ومن بينها السعودية وكذلك الإمارات. وهذا ما شاهدناه بالتحديد خلال موسم رمضان أو شهر رمضان المبارك، عندما صدرت الكثير من المسلسلات الرمضانية التي تدعو للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. لذلك فيما يتعلق بالتراتبية، الاحتلال هو المستهدف من قبل أصحاب الأرض لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن شرفهم وعن أرضهم كما يقولون، ومن خلفه كل من يطبعون معه وكل من يقفون معه حتى يصل إلى كل من يقدم الدعم للاحتلال، سواء كان دعما ماديا أو دعما معنويا. أحمد عبد الرحمن، مدير مكتب الميادين في صنعاء، تضافر الجهود في محور المقاومة كيف له أن ينعكس على الحرب، حرب التحالف السعودي المتواصلة على اليمن، خصوصا بأن إسرائيل حاضرة في هذه الحرب يعني بطريقة غير مباشرة ربما؟ اليمن اليوم جزء فاعل ومهم من محور المقاومة، إن لم يكن جزء وطرف رئيسي في هذا المحور، وبالتالي مواجهة المشروع الأمريكي والهيمنة الأمريكية والإمبريالية الأمريكية في وإسقاط هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة هو بحاجة لليمن، بمعنى أن محور المقاومة يحتاج لليمن كما يحتاج أو كما تحتاج اليمن أو يحتاج اليمن لهذا المحور، وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود، وقد رأينا تضافر هذه الجهود، جهود محور المقاومة في سوريا وما حققه من انتصارات يعني واضحة على العين ومجسدة في الواقع، أيضا تضافر الجهود في العراق وما أثمره ذلك من انتصارات حقيقية في الواقع. ولنا أن نتخيل إذا ما تضافرت جهود هذا المحور في اليمن وإن لم يكن عسكريا فعلى الأقل سياسيا. وبالمناسبة اليوم رأينا كان هناك لقاء عن بعد، يعني اتصال مرئي لرئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام مع مساعد أو كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، بحث هذا اللقاء مستجدات الوضع في الإقليم وأيضا مستجدات المفاوضات والتواصل مع المبعوث الأممي. ما يعني أن إيران حاضرة ومحور المقاومة حاضر في ما يجري في اليمن وفي المنطقة، وبالتالي اليمن أيضا حاضرة وقد شهدنا ورأينا خلال الفترة الماضية يعني موقف اليمن ومبادرة اليمن ممثلة بزعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حين أعلن وقدم مبادرة واضحة للجانب السعودي بإطلاق ثلاثة من الضباط السعوديين بما فيهم طيار مقابل الإفراج عن المعتقلين والأسرى من حركة حماس، وبالتالي اليمن لا تستغني ولا يمكن أن تستغني عن محور المقاومة ولا يمكن لمحور المقاومة أن يستغني عن اليمن، وهذا التحالف وهذا الحلف ليس مؤقت أو مرتبط بما تفرضه الظروف الحالية بل هو تحالف استراتيجي يجب أن يبقى إلى
نعم وضحت أحمد، اسمح لي أن أعود إلى أحمد شلدان. أحمد، يعني تحدثنا عن الشكل، تحدثنا عن الرسالة والمضمون، عن الأفعال، في جديد المواقف. سفير واشنطن في تل أبيب ديفيد فريدمان يقول أن الإعلان عن السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن مسألة أسابيع. هل هناك من خريطة طريق محدثة تتماشى مع التحديات والتهديدات يعني المتسارعة في دقيقة؟ فيما يتعلق بخارطة الطريق، الهدف أمام الفصائل الفلسطينية ومن يقود العمل الوطني الفلسطيني الآن واضح، هو التركيز على البعد الشعبي لأي تحركات قادمة. البعد الشعبي كفيل بأن يعر الاحتلال أمام العالم وأن يشكل ضغطا حقيقيا له، لكن المقاومة كانت وما زالت تقول كلمتها بأن التحركات الشعبية والبعد الشعبي في الضغط على الاحتلال سواء عبر المسيرات أو عبر المظاهرات أو التنشيط أو عبر الحملات الإلكترونية التي تتم لن تحصل بدون دعم وظهير قوي من قبل المقاومة المسلحة. أي أن الأمور قد تصل في بعض الأحيان إلى حد ربما لا رجعت عنه. نعم. المواجهة المسلحة ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال من أجل إفشال هذه المخطط. طيب، طرحت الرئاسة الجزائرية مسودة مشروع لتعديل الدستور، ضمت للمرة الأولى مقترحا جديدا يتعلق بإمكانية إرسال وحدة عسكرية إلى الخارج بعد موافقة البرلمان. الجزائر المتأهبة لاستعادة عافيتها الداخلية يبدو أنها تتطلع إلى دور إقليمي يحمي استقلالها وإلى إطفاء الحرائق في دول الجوار، لكنها ربما تتجه إلى الاستدارة شرقا نحو إحياء الذاكرة الوطنية الجزائرية. نتابع ثم نحلل. في سياق ما بدأه قائد الجيش الراحل، يستكمل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التصويب على فرنسا ولا تنقصه الأدلة. فالتحريض الإعلامي للحد من القدرة الجزائرية على استعادة عافيتها هو أهون ما يشوب العلاقات بين البلدين التي تمر بأسوأ مراحلها وأشدها تعقيدا، كما يسري في الإعلام الفرنسي. ما سعى إليه جون إيف لودريون في الجزائر سماه محاولة كسر الجمود الاقتصادي بين البلدين، لكن الجزائر تعمل على تفكيك العوامل التي أدت إلى شلل المصالح الجزائرية وجمودها في سبيل النهضة من كبوتها. في هذا الاتجاه يمسك الرئيس الجزائري الثور من قرنيه كما يقال، في إثارة إحياء الذاكرة التي لا تطوى إلا بشكل عادل، كما خاطب الرئيس الفرنسي، وهو ما يشي بأن الجزائر تنفض عن كاهلها التقوقع على أحشائها الداخلية أملاً بالخروج من المشاكل بحسب الوصفة الغربية التقليدية لتفتيت البلدان وتحجيم دور الدولة. الجزائر منارة الهدى لأفريقيا السمراء في الاستقلال، تحولت في تقوقعها إلى مكسر عصا لداعش والجماعات الإرهابية على حدودها، ولرفع العتب دعتها ألمانيا إلى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بينما تهدد المخاطر في الجوار بتمدد اللهيب إلى الجزائر. الصين التي هبت لمساعدة الجزائر في الجائحة حملت دفقا من الحنين إلى النضال المشترك في الستينيات، فأحفاد المجاهدين في الجيش الجزائري لم ينسوا مقاومة الآباء والأجداد، كما لم ينسوا الجنرالات الفرنسيين الذين قاتلوا وأحفادهم الثوار في الصين والهند الصينية وفي الجزائر سواء بسواء. محلل الميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين. قاسم، مادة جديدة في الدستور الجديد تسمح للرئيس الجزائري بإرسال وحدات إلى خارج حدود البلاد، لماذا اليوم تطرح هذه الفكرة وهي فكرة قديمة تعود إلى عام 2011 من جديد؟ وهل يمكن لهذه الفكرة أن تعزز الحضور الدبلوماسي للجزائر من خلال التحول المطروح؟ لأنه من جديد تطرح مسألة بناء الدولة الجزائرية، الدولة الوطنية الجزائرية، ومحاولة استعادة القدرات والطاقات. في هذا الإطار وفي هذا السياق عانت الجزائر الأمرين من الانكفاء على داخلها ومن الابتعاد عن الاهتمام في المشاكل الإقليمية بدعوى الانفتاح وتشجيع الاستثمار وبدعوى، وهو الأهم، هذه الوصفة الغربية السائدة في كل بلدان العالم الثالث تقريبا، هو الاعتماد على الداخل، يعني بمعنى حل المشاكل الداخلية للوصول إلى الجنة. يمكن الجزائر تكتشف، يمكن في سياق متغيرات سنشهدها بالتدريج،
بعد جائحة كورونا والتحولات الجيوسياسية تكتشف الجزائر أن هذه المقولة هي التي ساهمت بإضعاف الجزائر سواء بمحيطها على حدودها مع النيجر أو مع مالي أو حتى في الموضوع الليبي والحرب الليبية. ربما تستذكر استعادة الذاكرة لاستعادة إحياء الدولة الجزائرية والمسؤولية الجزائرية بالدفاع عن الدفاع المشترك عن المحيط الإقليمي للبناء الاستقلال طيب. الداخلي التي تعمد عليه الجزائر حاليا. هناك قاسم يعني جزئية لا تقل أهمية عن يعني طرح هذا المشروع وهو طرحه أيضا للاستفتاء، برأيك يعني شعبيا هل سيلقى هذا المشروع ترحيبا لدى الجزائريين خصوصا بأن هناك محددات لديه؟ الرئاسة الجزائرية هي تلبي حاجة الجماهيرية الجزائريين، الجزائر كلها لم تنسى مطلقا الذاكرة الوطنية وتتحسر على ما آلت إليه الأوضاع في الجزائر عندما تقوقعت على نفسها وعندما اهتمت بشؤونها الداخلية، هذا الشعار المطروح الذي أدى إلى إضعافها وإلى تفككها من الداخل والغرق في مسائل لا يمكن حلها بالانكفاء على الذات. لذلك الجزائريون بالغالب وبالغالب الأعم هم يسعون وهم يتذكرون تاريخ جبهة التحرير الوطني، هم يتذكرون الدور الإقليمي، دور الجزائر سواء في حرب 73 أو بالنسبة للقضية الفلسطينية أو حتى مساهماتهم بدعم القضية الفلسطينية في الجزائر. طيب وبما أنك ذكرت قاسم حرب 73 اسمح لي أن أنتقل إلى أحمد شلدان. أحمد يعني فلسطين والقضية الفلسطينية حاضرة في ذاكرة الجزائريين، هذا نراه في الحراك الأخير الذي شاهدناه في شوارع الجزائر، رأيناه أيضا في الملاعب. اليوم الفلسطينيون كيف ينظرون إلى الجزائر والدور المأمول بها تحديدا لناحية القضية وهي تمر يعني في مراحل حساسة؟ أي تقوقع عربي من قبل الدول العربية على أنفسها هو يضر بالقضية الفلسطينية، وذلك لأن الدول ستنكفئ عن دعم هذه القضية. الآن خروج الجزائر من التقوقع على نفسها لتصبح فاعلة بشكل أكبر في الموضوع الإقليمي والدولي، هذا يعني بكل تأكيد دعم أكبر للقضية الفلسطينية، لأن الجزائر تقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا ما يعرفه جميع الفلسطينيين صغيرهم قبل كبيرهم. أعلام الجزائر لم تنزل عن بيوت الغزاويين، أعلام الجزائر أيضا رفعت على الحدود الشرقية لمسيرات العودة، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الدور الجزائري بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعودة الجزائر أن تكون دولة فاعلة إقليميا وعربيا نعم. هذا يشكل دفعة معنوية، لا سيما وأن الدول الفاعلة التي تتسيد المشهد حاليا هي التي تحاول أن تلمس أو تحاول أن تضر بالقضية الفلسطينية بصورة أو بأخرى عبر موجة التطبيع مع الاحتلال في الوقت الحالي. طيب قاسم يعني قلت في المداخلة بأن يعني جائحة كورونا ربما سوف تفرض تغيرات في الجزائر، رأينا هناك مسارعة لمساعدة صينية للجزائريين، اليوم هل هناك من تفعيل لهذه العلاقات الثنائية وبالتالي ما انعكاسها على علاقات الجزائر الخارجية الأخرى؟ في الجزائر يعني وفقا لإحصائيات 2017 حوالي 780 شركة صينية تعمل في الجزائر، وهي يعني استثمار مشترك ولها إنجازات كبيرة في مجمل القطاعات الجزائرية. هناك حوالي 400 ألف صيني يعيشون في الجزائر، منهم 200 ألف يحملون الجنسية الجزائرية. يضاف إلى كل ذلك أن الجزائر والصين ذاكرة واحدة قديمة جداً. عندما في حرب الاستقلال 62 لا ننسى أن الصين اعترفت في استقلال الجزائر قبل الاستقلال، يعني نالت الاستقلال 62 بال58 اعترفت باستقلال الجزائر، والصين ساعدت جبهة التحرير عن طريق القاهرة في كل المساعدات، الصلة وثيقة ما بين الصين بالستينات ولم تنقطع هذه الصلة مطلقا لكن الذي دعا الجزائر إلى الاستدارة غربا هو ما شاهدته المنطقة، يعني ما شاهدته المنطقة وحتى العالم. هذا التحرير
التحريض على أن الاشتراكية هي البلاء والانفتاح وإلى آخره، وأصاب الجزائر، لكن تضررت الجزائر من كل هذه الأحداث، وهي الآن تستفيق بعدما الجائحة ليست كلمة في الفراغ، عندما يتحسس كل الشعوب العربية وخاصة الجزائر بأن القطاع الحكومي هو الذي أنقذ الأرواح، بينما الخصخصة والجمعيات الخاصة وإلى آخره لا تسأل عن الأرواح، هنا تستفيق الذاكرة على الإرث الثوري القديم سواء في الجزائر أو في غيره. أيضا ننتقل إلى اليمن، حيث رأى حزب المؤتمر الشعبي العام أن ما تشهده المحافظات الجنوبية يعكس حقيقة مشاريع دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات. بيان المؤتمر أكد أن ما يحدث هدفه تمزيق اليمن والسعي إلى إقامة كانتونات متصارعة ومتحاربة فيه تخدم أهداف الاستعمار الجديدة. نتابع ثم نحلل. بالصراع العدمي وصف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ما يجري بين أدوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي على حد توصيفه في المحافظات اليمنية الجنوبية. المؤتمر أكد في بيان أخير موقفه المتمسك بالوحدة، معتبرا ما تنفذه القوى المدعومة من قبل تحالف العدوان والمستعمرين الجدد، كما قال إنما هو مساع مكشوفة ومفضوحة هدفها تمزيق وحدة الوطن. مؤتمر الشعبي العام عبرنا منذ وقت بكر بأننا سندافع على الوحدة اليمنية، سندافع على الأمن والاستقرار، سنرفض أي محاولات يقوم بها تحالف العدوان لافتعال الكلاكل والصراعات في أي محافظة من محافظات الجمهورية. بيان حزب المؤتمر شريك أنصار الله في المجلس السياسي والحكومة يقول بوضوح إن ما تشهده المحافظات الجنوبية اليوم من صراعات وانفلات أمني وانهيار على مختلف الجوانب يعكس حقيقة المشاريع التي تتبناها وتدعمها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، والتي تأتي في إطار مخططات استهداف وتمزيق الجمهورية اليمنية والسعي لإقامة كانتونات متصارعة ومتحاربة تخدم أهداف الاستعمار الجديد. حلف العدوان يمارس دور متناقض، في الوقت الذي يدعو إلى أنه حريص على الوحدة اليمنية وعلى الاستقرار نجد بأن هناك تقاسم أدوار. مخططات تستهدف اليمن وشعبه ووحدته وسيادته واستقلاله تنفذ عبر قوى وأدوات يمنية من المرتزقة الجدد بحسب بيان المؤتمر. في توقيت حساس يأتي بيان حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا سيما مع تصاعد التوتر والتحشيد العسكري بما يزيد من القبضة السعودية على جزيرة سقطرى في المحيط الهندي والمهرة مع سلطنة عمان، في وقت يفتك كورونا بحياة العشرات من أبناء عدن. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أحمد، ما خلفية بيان حزب المؤتمر الشعبي وفعليا ما يتخوف يعني في المحافظات الجنوبية من تمزيق اعتباطي أم من تقسيم مرسوم؟ نعم، البيان يأتي في توقيت دقيق ويأتي قبل أيام أو نحو أقل من أسبوعين من الذكرى 30 للوحدة اليمنية، أيضا يأتي بعد نحو أسبوعين أو أكثر بقليل من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي لمحافظات ومناطق سيطرته في جنوب اليمن، وأيضا بعد تصاعد الأحداث وصولا إلى المواجهة المباشرة في سقطرى واستمرار التحشيد العسكري وأيضا التوتر في سقطرى والمهرة ومختلف محافظات جنوب اليمن. البيان رغم هذه التطورات لكنه أشار إلى موقفه من الوحدة اليمنية، والمؤتمر طبعا رانا هو شريك رئيسي وطرف رئيسي في إعلان الوحدة اليمنية في عام 90 بجانب الحزب الاشتراكي اليمني. أيضا خلى بيان المؤتمر من أي إشارة إلى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذه نقطة مهمة لأن المؤتمر كما قال لقيادي في الحزب هنا في صنعاء لا يريد أن يكرس هذا المفهوم أو هذا المصطلح. طيب، في أقل من دقيقة أحمد، ولا يسعى للتعامل معه أيضا. نعم، أو في أقل من دقيقة أحمد، هل يمكن أن نرى ما هو أبعد من إصدار بيان يدلل على خطورة ما يخطط لليمن؟ المؤتمر طرف رئيسي أيضا رانا،
في مواجهة التحالف السعودي في مواجهة العدوان منذ اللحظة واليوم الأول لهذا العدوان. هو موجود في صنعاء سياسيا وشريك في إدارة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وهو أيضا متواجد في جبهات مواجهة العدوان. ولا شك أن هذا البيان وهو تعبير وموقف طبيعي للحزب حزب المؤتمر الشعبي العام، ودعا بطياته أبناء المحافظات الجنوبية إلى موقف يمنع يعني انفلات الأمور، ويواجه يعني بما يعني أن تخرج أو يخرج أبناء هذه المحافظات لمواجهة التحالف السعودي. ونحن نرى اليوم حالات رفض واسعة شعبيا في عدن ومحافظة جنوب اليمن لهذا التحالف وللمجلس الانتقالي ولحكومة هادي. وربما هذا البيان قد يكون مقدمة لما هو أبعد من ذلك يعني عسكريا وعلى الأرض، باعتبار الحزب حزب المؤتمر متواجد أيضا في المحافظات الجنوبية. وانتهى الوقت المخصص لهذا العنوان، شكرا لك أحمد عبد الرحمن وأيضا أحمد شلدان. قاسم عزيز الدين سوف تبقى معنا لما بعد الفاصل حيث نحلل بعده قضية اليوم. ما ان تخبو نار الخلاف بين تركيا والسعوديه حتى تشتعل من جديد، معارك قاسيه على مواقع التواصل بسبب مقال وضعت العلاقه بين الجانبين مجددا تحت ضوء الصراعات الاقليميه. هل وصل الخلاف التركي مع السعوديه والامارات الى نقطه لا عوده؟ ما اسباب الخلاف بين الجانبين، ولا سيما ان دول الخليج وتركيا كانت قد اتفقت في الملف السوري؟ هل اتسع الخلاف ليشمل النظره الى الجماعات الاسلاميه ام هو خلاف على الزعامه الاقليميه في المنطقه؟ إذن سبب مقال نشره موقع المونيتور عن تركيا وعلاقتها بالسعودية والإمارات بموجة غضب واستنكار في السعودية والإمارات والكويت، فكيف تفاعل معه المستخدمون؟ نتابع ثم نحلل. أهلا بكم. في هذه المقالة لموقع مونيتور الإخباري عن حرب إردوغان الباردة مع السعودية والإمارات، ورد عن مصادر أن صبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدأ ينفد تجاه كل من السعودية والإمارات. ولفت المقال إلى أن آخر المناوشات بين الطرفين تمت عبر وسائل الإعلام، إذ حجبت السعودية في منتصف أبريل نيسان الوصول إلى وكالات الأنباء التركية، وفعلت أنقرة المثل بالعديد من وكالات الأنباء السعودية والإماراتية في تركيا. المقال سبب موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر، إذ انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات التركية، ولكن الانتشار الأوسع كان لهاشتاج تخسي وتخسي يا العصملي الذي دخل ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة، إذ حصد نحو 30,000 تغريدة وعبره هاجم المستخدمون إردوغان. مفلح بن جبلان سأل: ألم ينفد صبرك يا سيد إردوغان عندما أهانك الرئيس الروسي بوتين وأوقفك أنت وحكومتك كاملة على الباب في مشهد مهين؟ وسواء نفد صبرك أم لم ينفد، ستعيدك السعودية والإمارات لحجمك الطبيعي داخل حدود بلادك، لأن البلاد العربية للعرب وليست لك. بدوره غرد أبو عبد العزيز مستنكرا: إردوغان الذي دعم الإرهابيين في سوريا وسجن ونكل الصحفيين والإعلاميين الأتراك الذين تكلموا عن هذا الإرهابي الذي يحكمهم، كل ما تنحشر باقتصادك ومع شعبك تفك أسطوانة خاشقجي للتغطية على فشلك وعمالتك لليهود. أما لبيب وهو مترجم سعودي فقد اختار ترجمة مقطع لإردوغان أثناء زيارته لإسرائيل حين التقى إرييل شارون حينها ووضع أكاليل الزهور على قبر هرتزل مؤسس الصهيونية. هذا المقطع جاء رفضا واستنكارا لهاشتاج مضاد أطلقه مؤيدون لإردوغان ووصفوه بأنه زعيم الأمة الإسلامية، ليبدأ بعدها مغردون آخرون بالتغريد بأن الملك سلمان هو الزعيم.
محلل الميادين للشؤون العربية والإسلامية محمد علوش. محمد، ما هي المحددات الفعلية للخلاف بين كل من تركيا من جهة والإمارات والسعودية من جهة ثانية؟ وهل هو خلاف عقائدي أم تنافس على الزعامة الإقليمية؟ هو ليس خلاف عقائدي بطبيعة الحال، وليس خلافا حول الزعامة في العالم السني. هو تباين في النفوذ وتداخل أيضا في المحددات. بمعنى آخر، هناك رؤية تركية تتباين إلى حد بعيد مع الرؤية السعودية تجاه قضايا المنطقة، مع العلم أن تركيا لا تتدخل عمليا في الشأن الداخلي السعودي على الأطلاق، يعني لا نلمس أي دليل على ذلك، ولم يتهم أحد أن تركيا بأنها تتورط في الشأن الداخلي السعودي. الأمر نفسه ينسحب على الإمارات لجهة عدم التدخل التركي في الشأن الإماراتي، لكن العلاقات التركية السعودية تختلف حقيقة عن العلاقات التركية الإماراتية. الأتراك لا يزالون يراهنون على علاقة جيدة مع السعودية، ولا يريدون أن يقطعوا ما تبقى من شعرة معاوية بين الطرفين، في حين أن مستوى العداوة التركية أو الإماراتية للطرف الآخر هي أعلى بكثير. والإمارات هم من شرعوا بمعاداة تركيا بالأساس عقب وقوف تركيا إلى جانب الرئيس محمد مرسي وعدم فتح علاقات مع مصر في عام 2013، ثم تطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك على النفوذ الإقليمي، بدءا من الصومال حيث هناك التناحر، وصولا إلى ليبيا، مرورا أيضا بسوريا، وكذلك في العراق. الأتراك يرون أن الإمارات حاليا كما السعودية كلاهما يتدخل في الشأن الداخلي التركي، خلافا لما تفعل تركيا مع الدولتين. على سبيل المثال، تدعم كل من الإمارات والسعودية جماعة فتح الله جولن، هذا مؤكد، وهناك معلومات مؤكدة لدى الأتراك على الأقل ماليا. هناك معلومات مؤكدة لدى الأتراك أن الإمارات تدعم ماليا، وهناك رجل الأعمال المعروف الفلسطيني الذي يعمل في الإمارات. طبعا هذا الرجل متورط بحسب ما يقولون الأتراك في عملية الانقلاب التركي عام 2016. كما أن الإمارات لا تخفي دعمها بشكل مطلق للأكراد في الانفصال، لأكراد سوريا الانفصاليين من ناحية، وهذا ما يسبب بالنسبة للأتراك إحراج وتدخل في الأمن القومي التركي بحسب ما يقولون الأتراك. بالنسبة للسعودية الأمر يكاد يكون مختلف إلى حد ما، وإن كان المستوى في التوتر بين البلدين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لكن لا يزال الطرف التركي على الأقل يراهن على ترطيب العلاقة مع السعودية في الأيام، أو ليس في الأيام وإنما في الاستحقاقات المقبلة بين الطرفين. نعم، ولكن ما تقوله ربما محمد لا ينعكس بشكل واضح وجلي على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي نرى بين السعوديين والأتراك. واسمح لي هنا أن أنتقل إلى قاسم، هل وصل الخلاف إلى نقطة اللا عودة بين تركيا والإمارات والسعودية؟ يعني واضح في المقال هناك تمييز بين من وجهة نظر تركيا بين الإمارات والسعودية. هل تتعاطى تركيا لعدم قطع شعرة معاوية؟ يعني ربما لها حسابات إقليمية أخرى تراهن عليها، خاصة بما تسميه يعني الصراع على العالم السني. لكن الصراع شديد بين تركيا والإمارات، وهناك صراع عسكري فعلي بين الطرفين في ليبيا، وهناك صراع شديد أيضا في اليمن. الصراع التي تخوضه تركيا من جهة والإمارات من جهة أخرى لا يترك أي مجال للتواصل، بل على العكس من ذلك، يعني هو باتجاه القطيعة النهائية بين الطرفين. بالنسبة للسعودية قد يكون الأمر مختلفا نظرا للعلاقات التاريخية بين تركيا وخاصة أردوغان والملك سلمان. كان معروف أن يعني الملك سلمان هو رجل تركيا في السعودية، أو هكذا كانت تصور. من عندما بدأت قضية خاشقجي احتفظت تركيا بعدم الذهاب إلى النهاية مع السعودية. مسألة يعني التواصل الاجتماعي السعودي
الإمارات ليس لديها جمهور وليس لديها شعب بنهاية المطاف، يعني هي دولة صغيرة، لكن تمثل ضمن هذا التحالف الإمارات السعودية ثقلا مختلفا قد يوازي يعني في اللحظة الراهنة خاصة بليبيا الثقل التركي. طيب ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، ديما في بداية الحرب يعني على سوريا رأينا إجماعا تركيا سعوديا إماراتيا على معاداة الدولة السورية وعلى تقاسم للأدوار لدعم وتمويل الجماعات المسلحة، يعني لماذا هذا الإجماع الذي رأيناه في سوريا بالتحديد؟ يعني هذا الإجماع نستطيع القول بأنه لا يزال مستمر، يعني إذا ما استثنينا بعض الفصائل التي رفعت السعودية الدعم المالي عنها وأبقت على بعضها كجيش الإسلام الذي زرعته على تخوم دمشق عندما كان في الغوطة الشرقية، وعندما يعني كانت العملية العسكرية للجيش السوري هناك اختار معظم مسلحي هذا التنظيم الخروج إلى إدلب وأصبحوا قريبين من الفصائل التي تدعمها تركيا، ومع ذلك تركيا أيضا احتضنت هذا الفصيل رغم أنه ممول سعوديا ولا يزال يأتيه التمويل من السعودية بطبيعة الأحوال في إدلب التي تقع كلها تحت سيطرة التركية أو تحت سيطرة المخابرات التركية على الأقل، وبالتالي حتى هذا الصراع لم يتظهر في أماكن اقتربت فيها كثيرا الفصائل التي تدعمها قطر أو تدعمها تركيا أو حتى تدعمها السعودية. الدور الإماراتي انكفأ إلى حد كبير يعني كما رأينا في الأيام الأخيرة، ولكن كان هناك كإجماع يعني أو تقاسم للأدوار كما قلت بالنسبة لهذه الدول. كنا نشاهد كيف أن الدعم السياسي كانت تقدمه أنقرة لمؤسسات المعارضة السورية، ويعني بالمقابل كانت تقدم يعني السعودية وقطر الدعم المالي للمجموعات المسلحة، وطبعا كل هذا الاجتماع لهذه الدول لأن مصالحها اجتمع على إسقاط الدولة السورية، يعني كان الهدف هو إسقاط الدولة السورية بأي ثمن بمعزل عن الخلافات التي كانت قائمة بين هذه الدول والتي يعني تظهرت أكثر فأكثر في الأيام التي يعني سبقت حصار قطر، على اعتبار أن حصار قطر أو يعني ما قيل بأنه حصار قطر كان أوضح صورة لهذا الخلاف بين هذه الدول. أعود إليك محمد علوش، يعني محمد وقاسم أجمعتما على أن هناك تمايز ربما في العلاقة بين تركيا والسعودية وتركيا والإمارات، ولكن بحسب ما نقلت المونيتر عن مصادر تركية نقلت بأن صبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ ينفذ تجاه كل من السعودية والإمارات معا. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هناك من خطوات ربما غير كلامية وغير إعلامية يمكن أن نراها تركيا؟ عمليا هناك حرب اقتصادية لا شك في الموضوع، ليست تركيا على الإمارات أو السعودية وإنما العكس، حرب اقتصادية إماراتية تركية مصرية، بمعنى دعوة إلى مقاطعة البضائع التركية، مقاطعة حتى الثقافة التركية، إعادة كتابة التاريخ أو على الأقل إعادة تدوين تاريخ جديد في الوسائط الإعلامية، وتصوير أنه أردوغان هو امتداد لحقبة عثمانية كانت محتلة للعالم العربي، إضافة إلى البعد السياسي. البعد السياسي طبعا في المواقف الدولية، يعني الإمارات لا تكف أو لا تكف في أي موقف دولي أو استحقاق دولي دون أن تحاول أن تعرقل أي قرار لصالح تركيا، سواء كان في مجلس الأمن الدولي أو في الأمم المتحدة. الأمر نفسه ينسحب على السعودية فيما يتعلق بنوادي العالم الإسلامي، حيث تركيا عملت مؤخرا على خلق نادي جديد بالتعاون مع باكستان وماليزيا، وقد نجحت السعودية في عرقلة هذا التعاون أو هذا النادي الجديد. في المقابل الأتراك يحترمون ويقدرون النفوذ والمصالح السعودية خارج بلاد الخليج، يعني بمعنى الحضور السعودي سواء كان في وسط آسيا أو كذلك في شمال أفريقيا أو حتى في العراق وسوريا، الأتراك يتفهمون ذلك، لكن لا يتفهمون الدور الإماراتي ويعتقدون أن الدور الإماراتي هو عبارة عن بالون منفوخ وينبغي أن يعود إلى حجمه الحقيقي. ولذلك نجد أن الصراع هو صراع كما قال زميلنا قاسم، هو صراع عسكري بشكل واضح جدا مع الإمارات. على سبيل المثال
أوضح صورة له هي في ليبيا. الآن تركيا تدخلها في ليبيا حقق إنجازات نوعية أربك حتى الحضور، وهذا ما رأيناه، عكس أيضا تصريحات في المواقف الشديدة تجاه تركيا. نعم، وهذا ما رأيناه ربما في الأيام القليلة الماضية. يعني قاسم، تحدثت عن المواجهة المباشرة بين تركيا والإمارات بشكل محدد وليس السعودية، هل هناك من ساحات أخرى مرشحة أن يطالها نار الخلاف التركي الإماراتي السعودي؟ يعني واضح هو في صراع شديد في اليمن، حتى وإن لم يكن يعني تدخل مباشر لتركيا، لكن يعني عمليا تركيا أو قطر تمثل جناح الإخوان المسلمين. وأنا ذكرت أن يعني الإمارات لا يوجد شعب، طبعا لا أقصد بمعنى شعب، بمعنى عدد قليل، هذه الدولة الصغيرة القليلة العدد هي الند الفعلي لتركيا وللإخوان المسلمين في المنطقة، يعني ابتداء من مصر حتى اليمن، وهي تستطيع أن تنشئ تحالفات، يعني يمكن أن نسميها الحرب بالوكالة، التدخلات المباشرة، الدعم إلى آخره، حتى أكثر من السعودية. ما هو السبب لذلك؟ السبب أنا بتقديري أن يعني هناك قوة لهذا المحور الذي يقارع الإخوان المسلمين، لكن بالمقابل هناك ضعف للجانب الآخر. كيف تطرح تركيا نفسها للتوسع في المنطقة؟ فلنأخذ مثلا سوريا، العراق، ونأخذ حاليا ليبيا، بينما الجزائر تطرح المصالحة وتقول أن لا حل إلا بالحل الليبي الليبي، وعدم الاعتراف إلا بالشرعية الشعبية، وتدعو دول الجوار للتكاتف من أجل إنقاذها. تركيا على العكس من ذلك، تذهب لدعم فئة أو جماعة شرعية في ولها ثقل بليبيا، لكن تؤجج الصراع. هذا يفسح المجال واسعا لصراع إقليمي إقليمي، وربما أكثر فأكثر، وهذا هو الصراع بالوكالة عمليا، سواء بين الأطراف الدولية أو حتى بين الأطراف الإقليمية، وخاصة تركيا والإمارات. وأسمح لي أن أنتقل ربما قاسم إلى سيناريو مناقض أو إلى رؤية مناقضة في سوريا. ديما، يعني في الآونة الأخيرة لمسنا انفتاحا إماراتيا على سوريا، يعني ترجم بخطوات آخرها كان اتصال ولي عهد أبو ظبي بالرئيس السوري بشار الأسد. هل يعني لتركيا والخلافة التركية السعودية الإماراتية علاقة بهذا الانفتاح الإماراتي الجديد، وما حكي أيضا ربما عن سير السعودية بركب الإمارات؟ يعني بطبيعة الأحوال منذ دخول أو احتلال تركيا لأجزاء كبيرة وواسعة من الشمال السوري، بدأنا نسمع لمرة أولى يعني في الجامعة العربية حينها بأن تركيا هي تهديد للأمن القومي العربي، وهذا الاستنكار الوحيد الذي كان من الجامعة رغم كل الغارات الإسرائيلية ورغم كل ما حدث في سوريا طيلة هذه السنوات. ولكن عندما دخلت تركيا سمعنا هذا الصوت الذي طبعا تقوده الإمارات والسعودية بأن تركيا هي تهديد للأمن القومي العربي، ومن ثم يعني بدأ الانفتاح بفتح السفارة بداية الإماراتية، وتم الحديث بشكل يعني كبير حينها بأن السعودية ستلحق بها وبقية سفارات دول الخليج. ولكن بطبيعة الأحوال حتى الاتصال الأخير من ولي عهد أبو ظبي بالرئيس الأسد، هناك من قرأه أو على الأقل هنا في يعني في الوقت القرار السياسي السوري، قيل بأنه ربما للتهرب من الضغط الأمريكي الذي منع الانفتاح بشكل أوسع خليجيا على سوريا، وطبعا هو في ظلال النفوذ الذي بدأ يتوسع تركيا في الشمال السوري، قيل بأنه ربما استخدام عبارة بأنه لن نترك سوريا الشقيقة تواجه أزمة كورونا، أنه ربما بالشق الصحي قد يكون هناك مظلة أكثر تخففا من التشدد الأمريكي، وبالتالي يمكن أن تقدم الإمارات رغم أنه حتى اللحظة ليس هناك من أي تقديم، يعني لا وصلت مساعدات ولا وصل أي دعم من الإمارات للدولة السورية. بطبيعة الأحوال حتى لو كان الكلام
الكلام في السياسة، لكن هذا يعبر عن موقف يعني يريد أن أولاً أن يتخلص من الضغط يعني السلطة الأمريكية على هذا القرار، يعني على قرار دول الخليج. ومن ناحية أخرى هي لا شك بأنها ترى في وجود تركيا وفي توسع تركيا في الشمال السوري وفي أراضي سوريا خطراً كبيراً جداً. وإن كان يعني طيب. إذا يعني أردنا أن القول ليس محبة بدمشق، ولكن على الأقل نكاية بأنقرة لا تريد هذه الدول أن تتوسع أنقرة أكثر. وبهذه الكلمات أيضا وضحت الصورة أكثر. ديما، سريعا أعود إليك محمد علوش، يعني أضفت إلى يعني محور السعودية الإمارات مصر، هل اكتمل عقد المحورين المتقابلين في المنطقة، وهل بدأت تظهر يعني الغلبة لمن في دقيقة محمد؟ ممكن أن نتحدث عن محور حقيقي تقوده الإمارات وفي عمقه السعودية، إلا أن مصر يعني للأسف ملحقة به وليست فاعل حقيقي فيه للأسف، يعني رغم أن مصر دولة كبيرة جدا قياسا على الدولتين. هذا ممكن نتحدث عن محور، وهو ليس جديد للأمانة، هو كان قبل حتى عام 2011 لكن تجدد بأشكال مختلفة. لا يمكن الحديث في المقابل عن محور تركي، لا يوجد حليف لتركيا في المنطقة باستثناء قطر، وقطر أيضا دولة يعني هناك حساسية في العلاقة الخليجية. وأحد أسباب الصراع التركي السعودي هو في مكمنه الحقيقي هي قطر وليس شيء آخر. يعني حتى بعض مصر بالمناسبة، يعني البعض يقول أنه سبب الخلاف التركي السعودي هو الإخوان المسلمين، هذا وفق تحليلي ليس دقيق. لماذا؟ أولا اختزال تركيا في أنها تمثل الإخوان المسلمين هذا ليس حقيقة، هي دعمت الإخوان المسلمين لأنها وجدت في الإخوان المسلمين مشروع جديد لها في المنطقة أو تستطيع أن تتوسع من خلاله، لكن فشل هذا المشروع. وعقب فشل الإخوان في مصر أو سقوط الإخوان في مصر، تطورت العلاقات وتحسنت بشكل كبير جدا بين مصر بين تركيا والسعودية، حتى أنه في العام 2016 أسس مجلس التنسيق التركي السعودي بحضور الملك سلمان، وافتتح في العام 2017. نعم محمد. لكن الأزمة الحقيقية التي خلقت بين الطرفين كان موضوع الوجود التركي، الجيش التركي في قطر. هذا الذي أخاف السعودية وحث. نعم، ولكننا نعود محمد إلى السعودية. عن السعودية عن قطر هو إخراج القوات. لم يعد لدينا الكثير من الوقت محمد، ولكننا نعود إلى السعودية ما قبل محمد بن سلمان، وليس السعودية الجديدة إن صح التعبير. قاسم، أيضا بدقيقة، يعني أين الأمريكي من الخلاف الحاصل اليوم؟ أو تسعير الخلاف؟ تسعير الخلاف يصب يعني كما يقال أين ذهبت الغيمة، هي تصب عنده. حليفين استراتيجيين رغم التباينات ورغم يعني التقلبات بين حين وآخر لموقف أنقرة، إلا أن في نهاية المطاف الغيمة الكبرى الحلف الأطلسي أو الإدارة الأمريكية هي تغطي الطرفين معا. والصراع، لنأخذ مثلا على سبيل المثال الصراع في اليمن، الصراع بالوكالة في اليمن، لكن وراء هذا الصراع أمريكا بدون أدنى شك، والدول الغربية التي تدعم يعني بيع السلاح إلى آخره، وهي تغطي على الصراع الحرب بالوكالة. تركيا بشكل أو بآخر هي جزء من هذا الصراع. يعني عندما تكون، فلنسمع يعني على الأقل وسائل الإعلام التركية، لم يزل يتحدثون في الشرعية اليمنية وضد الحوثيين وإلى آخره. طيب بأي اتجاه؟ باتجاه هو استمرار الصراع، يبحثون عن حصة لحزب الإصلاح ذات وزن، وقد يكونوا يضغطون على حزب الإصلاح للاستمرار في هذا. وحضرتك أعطيت مثال عن اليمن، أتوجه بسؤال أخير إلى ديما عن سوريا، هل لا تزال تتأثر الساحة السورية مع كل التغيرات الحاصلة من تفاهمات وأيضا رجوع يعني العديد من الأراضي السورية إلى كنف الدولة بهكذا صراعات إقليمية؟
طب بطبيعة الأحوال يعني حتى الطرفين اللذين أو الطرفان اللذان أبرما الاتفاقات، اتفاقات سوتشي واتفاقات خفض التصعيد، والتي يعني ربما أوجدت مساحة للتأسيس عليها إلى حد ما، يعني طبعا بمعزل عن عدم التزام أنقرة بتعهداتها وبأن هذا الاتفاق تعطل أكثر من مرة. هم يعني موسكو وأنقرة هما متصارعان أو يتواجهان في الساحة الليبية، وبالتالي ايضا انقره تحاول ان يعني تقدم اوراق هنا وتسحبها في ساحه مختلفه. يعني بطبيعه الاحوال هو اشبه ببازار للتسويه طيله الوقت بالنسبه لموسكو، رغم ان موسكو يعني فعلا يعني امتزج مزاجها بشكل عام باستيعاب كل المحاولات التركيه لعرقله الاتفاق ولم تذهب للتصعيد بالمطلق، باستثناء طبعا عندما يعني اغلقت كل الابواب وذهبنا الى الحسم العسكري في ادلب. شكرا جزيلا لك ديما نصيف وايضا قاسم عز الدين ومحمد علوش، والشكر الاكبر لكم مشاهدينا، الى اللقاء.